طايره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه، اهلي وحبايبي وناسي، اهل بطن البقره، الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيله واحده، مفيش بينهم سر ابدا، اي حاجه بتحصل في اي بيت بعدها بساعتين، مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا اهل وعشره، فانا مش هخبي عنكم حاجه، ما كده كده هتتعرف. انا عايز اسال الست نوال مرات جزار الحته المعلم سلومه، ايه اللي بينك وبين خطيبي؟ ايه اللي بينها وبينه يخليها تستقفى جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الاكل؟ ايه اللي بينك وبين خطيبي ابراهيم يا نوال؟ يا نوال! انا نوال، يمد ايده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني؟ وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟ طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومه، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاها، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم فلح يتشطر عليا انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل. اه، وعلى راي المثل يا بت، العيط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. اه، وانت اساسا متطلقة منه بالتلاتة، مش رمى عليك يمين الطلاق بالتلاتة؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي، انت اللي مخلفة منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو اللي عندك، خالصين. اه يا دكتور يا دكتور. أيوة. يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليلة امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيرة، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا على انانا محلول، اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى، علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده، القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي ولوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه، عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انت ما انتش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح، والله العظيم سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومه انت وكوريا. خلصي يا انتصار، المدير يعدي دلوقتي، عايزين نخلص قبل ما يجي. يلا. السلام عليكم يا حاجة. عليكم السلام يا ابني. مالك ياما، تعبانة ولا حاجة؟ لا الحمد لله نحمده. طب أقول لك إيه، ما شفتيش أبلة هاجر؟ هشوفها فين؟ ما شفتهاش خالص النهارده. يعني ما تعرفيش عندها نبطشية النهارده ولا ما عندهاش؟ أنا ست غلبان بكنس وأمسح، إيش فاهمنا أنت؟ ياما كلنا غلابة، متشكرين، كتر خيرك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت إيه أنت؟ ازاي تدخل اوضه الممرضات بالمنظر ده؟ انت ما تعرفش انها اوضه حريمي؟ خلاص خلاص يا ابني، ولا حريمي ولا رجالي. السلام عليكم، حد خلع راسه هنا؟ يجازي شطارك، انت عاوز ايه؟ انا بدور على ابله هاجر. وعاوزها في ايه بقى ان شاء الله؟ قريبها ولا ايه نظامك؟ ابن خالتها، ابن عمها، المهم هي فين عشان تدي الحقنه لامي؟ امي ما ينفعش حد يديها الحقنه لابله هاجر. ربنا يشفي يا اخويا، ابله هاجر ما جاتش النهارده وتليفونها مغلق، وانا عملت لها غياب بدون اذن. ويا حضرتك متعوده يعني تغيب كل يوم كده؟ لا دي اول مره، بس انا هخصمه لها، دي لسه اسمها مكتوب بالقلم الرصاص، لسه ما اتثبتش، وبقول لامك تكلمها وتوعيها تشوف شغلها كويس. خلاص يا ابله خلاص. لا ده الواد سكر ابني، ولا سك ولا سكر، تعالى اهو. انت ايه اللي جايبك هنا ولا؟ كنت بمر على المرضى انا اشوفهم عايزين حاجه ولا بتاع. تمر على المرضى يا كذاب. اتفضل يا خالي. اهدى اهدى، في اكل. يا نهار اسوخ يا ده المرار الطافح،
ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ انت كده بتخربي على نفسك. مين البت دي اللي عايزه تخرب البيت علينا؟ ها؟ انا عارفاها. انت هتوديهم له خال ولا انزل اديهم له انا بنفسي قدام امي لا اله الا الله تاني؟ يا بنتي مش كده عيب. انت تعرفي ابراهيم ده من يوم ولا يومين؟ ابراهيم ده بقاله سنين عايش وسطينا، وبعدين هم عشان كلمتين فارغين سمعتيهم، اما لو شفتيهم كنت عملتي ايه؟ هو خلاص كلمتين تفينك ده تقولي خلاص اتفضل مفارقين؟ خلصت يا خالي. ما خلصتش. لا خلصت، هي دي بقى الغلطه ام فور، هو كده جاب اخره معايا خلاص، خلصنا، كده هو ياخد سكته وانا ليا سكتي. طب بقول لك ايه؟ كفايه اللي انت عملتيه امبارح في الحاره، وبعدين هايدي هانم دي مش غريبه. الحاجات دي ترجع بعدين وناخد رايها. ايه رايك يا هايدا هانم؟ ترميه طبعا، هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي؟ هات الدبلتي، انا هنزل اقدم له بنفسي، انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير، ما تلخ. بقول لك ايه يا قعدي؟ مين منير ده؟ قوم يا كوريا غير هدومك وانزل واكل عيش، احنا مش فاضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي بعدين بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول اسمع، تعالى هنا. ايوه يا سندس. تعالى هنا، خد الدبله دي وتروح لسعد قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبله دي اخطب بنت حلوه قول له عايزاها تكون حلوه وبيضه زي البت دي. شوف بيضه شعرها طويل. ان شاء الله هو هيتجوز من البنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French lady living in Brazil. Ah, wow. It's a very nice piece. We are at your service, sir. Thank you. How much? 1 million euro. Okay, no problem. Sorry, it's the policy of the shop. We can't take a check in the end of the deal. But you accepted a check for me before. Yes, but the policy of the shop that we can't accept a check in the end of the deal. Okay, you collect your check and I will leave the diamond to make it a ring, okay? Okay, no problem. And again, please accept my apology. But this is the policy of the shop, even for our special customers. No problem. But I need a ring before her birthday, please. Sure. We are at your service and we must make you and your girlfriend happy. Okay. Goodbye. يعني ما عندهاش موبايل؟ في حد في مصر ما عندوش موبايل؟ بتقول بعته. وانا ما فيش حاجه تعملها قبل نقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم احنا مش لوحدينا، وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت ايه؟ جبت رقم جوزها. لا يا راجل. اهو 011. ده راجل زباله، زباله طول عمره يضربها ويبهدلها، وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها. هو احنا نتجوزوا يا عمي؟ اي وسيله اتصال بيها وخلاص. خلي معاك. وانت يا دكتور ايه الاخبار؟ مش مهم الاخبار اللي عندي. انا باكد عليكم للمره الثانيه انكم تنسوا حكايه بطن البقره دي تماما، ما تدوروش عليها تاني ابدا. جرأة يا دكتور، دي بنتي. عايز اعرف هي عايشه ازاي، ظروفها ايه، بتعمل ايه، محتاجه لايه. انت مش قادر تحس بدي ليه؟ انا مش فاهم. معلش ما عندكش بنت. بكره لما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي انا حاسس بيه. مهم ايه الجديد؟ ألف مبروك. هايدي خدت البراءة؟ حضرتك اترفع من عليك قرار حظر التصرف في ممتلكاتك. يا راجل يعني كده أنا بقيت مطمن قوي، يعني ما أقدرش ألمس أي حاجة ويعملوا لي قضية تبديد. يا سلام، أنا فرحان، أنا مبسوط. I am so happy. قضية كبيرة قوي يا أبو طالب بيه، مش صغيرة زي ما حضرتك متخيل، وللأسف ما فيهاش أي ثغرة قانونية. أنا معظم الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي، أنا بعملها كصديق للعيلة، صديق بيفهم في القانون، وبفكر معاكم في حلول خارجية، مش محامي. ده على أساس إنك حليت المشكلة وأنت محامي عشان تحلها وأنت صديق؟ يا أخي يا أخي ارحمني، اسكت بقى شوية.
يعني ينفع كده يا عم شكري؟ ينفع كده بتسيح لي وتشرد للولايه في قلب المنطقه ليه يعني؟ واحنا اللي بينا ايه شرده؟ هكون عملت ايه يعني مع الولايه وانا بمنظري ده يا عم شكري؟ يا عم شكري ده انا بعمل حمام بطلوع الروح. الكلام ده ليا انا يا هيما؟ انا شكري الصعيدي لسطى شكري الصعيدي. اي نعم جاي هنا على كبر بس بنفهم ونعرف ورا الكلام كويس قوي. والحكايه اللي بينك وبين نوال دي مش حكايه واكل وشرب بس يا هيما، ده فيه طبيخ واعر قوي بينكم. عشان كده لما كوريا اديتهم لك ما قدرتش اقول لها التلت التلاته كام. انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شكري؟ ولا هو اللي خاف من العفريت يعمل عبيط؟ لا نعوم ولا نجرجه يا ابن الناس. بقول لك ايه، انا اللي هقول لك درويش ولا زاهد ولا شيخ، احنا رجاله زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس قوي. واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباقي عليه يروح يصالحه، ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس وشيل من دماغها حكايه نوال دي خالص. يا دي النيله على نوال يا عم شكري. يا عم شكري انا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيره واخوه. دي ست فاضله فاضله والله العظيم، يعني دي في مقام خالتي بالظبط. وانتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبه دي؟ طب انا اعيش ازاي معاكم يا عم شكري وانتوا دماغكم كلها كده؟ انا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا انا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف بقول لك ايه، قوم قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعه عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافيه. لا فوتك بعافيه ايه، انت هتسيبني هنا؟ انا زهقت من ام الاوضه دي، خدني معاك، انا هفك دي وانزل معاك. تعال معايا. بالراحه بالراحه يا عم شكري، بالراحه. في ايه؟ حاضر يا حبيبي تعال معايا. انا حاسه ان انا عايشه في حلم طويل ما بيخلصش. ولا حلم ايه ده؟ كابوس ومش قادره اصحى منه. هتعدي هتعدي والله العظيم يا عادي، كل الفتره دي هتعدي وهتنسيها. اقول لك على حاجه، هنقعد انا وانتي نتكلم على اللي بيحصل ده وهنقعد نضحك يا ستي. انا زهقت يا دينا، زهقت قوي. مش كفايه القرف اللي انا عايشه فيه؟ انا الزهق هيموتني. انا قاعده طول اليوم ما بعملش حاجه، قاعده بكلم نفسي زي المجانين. انا حاسه ان انا هعيش هنا عمري كله. لا ده تشاؤم زياده عن اللزوم. بقول لك ايه، ما تحاولي تعملي اي اكتيفيتي في الحته اللي انت فيها دي. يعني الناس اللي حواليكي مختلفه، حاولي تفهميهم، حاولي تقربي ليهم، حاولي تعرفي بيفكروا ازاي بدل ما انت قاعده 24 ساعه تفكري في الهم اللي انت فيه ده. هعمل ايه بس؟ بقول لك زهقت، اتخنقت، ده انا حتى فكرت ان انا انتحر. انسي الفكره دي خالص، شيليها كده من دماغك. هايدي حبيبتي اسمعي، انت حياتك مهم ومهمه قوي كمان، ومهمه اكتر لينا احنا، لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي. شوفي نفسك في ايه وانا هعملهولك اي حاجه. انا عايزه حاجات كتيره يا دينا، عايزه اشوف بابي، وعايزه ايباد، عايزه انترنت، عايزه حاجات اسلي نفسي بيها. ولا اقول لك انا عايزه اشتغل. ايه ما عندنا شخص نسوان تشتغل؟ استنى ما يجي لك عدلك ويجي لك اللي يهنيك. ماشي يا سندس. حاضر. لا ما فيش يا دينا، دي سندس بس بتكلمي. يا عيدي ده يعني هتشتغلي ايه في الحته اللي انت فيها دي؟ لا مش للدرجه دي يعني، أنا بقول لك أكتيفيتي مش شغل يا حبيبتي. مش عارفة. طب بصي اقفلي دلوقتي عشان الباب بيخبط، تلاقيها البني آدمة دي اللي عايشة معايا ونسيت مفاتيحها. بس يا سندس يلا باي باي يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا باي باي باي. ضربتني يا سندس، ضربتني. مين؟ الساعة 5 الصبح يا أخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست جمالات. نعم. لا مؤاخذة في الكلمة، رد السلام ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص، بلاش السلام بلاش السلام. عايز ايه؟ أنا كنت قاعد في المحل جاني شوية لحمة جاموسي صغير شباب، طمنت إن الست كوريا مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزة عشان يستاهلوا بقك الحلو الصغنطة ده. لحمة ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ أنا مش عاوز حاجة منك يا أبلة. الله، أنا بشتري الجيرة عشان محدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه. غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي 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 جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس، احنا مش عايزين لحمه، مش هناخد لحمه. سكت زنه وتلاقي انا جبت لك اللحمه. ايه تعمل ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه. هاتي. انا هو انت لسه هنا؟ يلا مطغور يا سندس. لا. احنا من امتى بناخد لحمه من الناس؟ من شوربه علشان الواد سعد يجي حضنه يرمه. يوه.